نشرة الظهر من الإذاعة الوطنية وفي عناوينها: الهيئة العليا للانتخابات تنشر اليوم قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية القادمة. تونس تشارك في أشغال المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي، وفي النشرة تقرير حول آفاق هذه المشاركة. مصالح المراقبة الاقتصادية تسجل أكثر من 61 ألف مخالفة اقتصادية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية. في شأن الفلسطيني، يستشهد 33 فلسطينيا وإصابة 67 آخرين في 3 مجازر صهيونية في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، والاحتلال يعلن وظيفة الغربية المحتلة منطقة عمليات عسكرية. إلى تفاصيل. أهلا بكم. نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم، وتتضمن العياشي بن عبد الحميد زمال وزهير بن محمد صالح المغزاوي وقيس بن المنصف سعيد. هيئة الانتخابات أشارت في بلاغ لها أمس أنها توصلت بالأحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقضة في مادة الترشحات بالبريد الإلكترونية في حدود 9 من مساء أمس، وذلك بعد انعقاد مجلس الهيئة في وقت سابق صباحا ومصادقتها على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية. وأضافت الهيئة أن الإعلام بنسخ الأحكام تم خلافا لمقتضيات الفصل 47 الفقرة الأخيرة من القانون الانتخابي الذي يوجب على المحكمة إعلام الهيئة بنسخ الأحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها. وفي نفس السياق، كانت المحكمة الإدارية أكدت أنها تولت أمس تبليغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنسخ الأحكام القاضية بإلغاء قراراتها باستبعاد 3 مترشحين من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية، وذكرت بأنها بلغت تباعا وبمجرد التصريح بالأحكام شهادة في منطوقها إلى طرفي النزاع. الأستاذ والباحث في القانون العام نجح سالم قال إن كل من المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات اعتمد نصوصا قانونية اعتبرها سليمة في التطبيق. نحن أمام زوز حاجات سليمة، يلزم الزوز يمشوا مع بعضهم، نبقوا دائما وأبدا ما بين كل ما هو قانوني واحترام إجراءات، وكل ما هو أكبر من القانون أي روح القانون. يمكن القول بأن المحكمة الإدارية اعتمدت على نصوص قانونية رأتها هي صحيحة، ومن بين هذه النصوص القانونية القرار والهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 اللي اعتمد في الفصل 24 منه طريقة معينة لتبليغ الأحكام واللي من بينها هي شهادة في منطوق القرار. لكن ربما وهذا تأويل، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رأت أن هذا القرار بحكم أنه في الطالع نتاعو يعتمد على دستور سابق، وفي الطالع نتاعو يعتمد على نصوص قانونية تم تنقيحه في العديد من المناسبات. في هذا القرار هنالك ما يسمى بشروط مثلا تاع الترشح غير موجودة الآن، إذا لم تعتبره وإلا لم تعتمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية كل واحد منهم اعتمد نصوص قانونية تعتبر في حقيقة الأمر بالنسبة له على الأقل سليمة في التطبيق ويجب تطبيقها. وصل رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في أشغال المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي الذي سينعقد من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية. وينتظم المنتدى بحضور رؤساء دول وحكومة إفريقية لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية القائمة بين الدول الإفريقية والصين، إضافة إلى قضايا الحوكمة والإدارة والتصنيع والتحديث الزراعي والسلام والأمن والبناء عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريقة. مشاركة تونس تكتسي أهمية كبرى على درب تنويع مجالات الشراكة والتعاون الاقتصادي والانفتاح شرقا على أسواق واعدة. تقرير ناجي بن جنات.
تمثل مشاركة تونس في أشغال المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي الذي سينعقد ببكين بداية من الغد إلى 6 سبتمبر الحالي تحت شعار التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني إفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك، تمثل فرصة متجددة لمزيد الانفتاح شرقا على شراكات نوعية واعدة من شأنها أن تتيح لتونس أفاق تعاون ثرية ومتنوعة في مجالات هامة مثل الفلاحة والصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية والحوكمة، وهو انفتاح ضروري ومطلوب في مثل هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات جيوستراتيجية حثيثة وتشكلا لتجمعات اقتصادية جديدة اقليميا ودوليا. كيف يمكن لتونس إذن الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة؟ أستاذ الاقتصاد عبجلي البدوي يتحدث. تونس في حاجة أكيدة إلى تنويع علاقاتها الخارجية، وبالتالي احنا لا خيار لنا الا البحث عن شركاء جدد. هناك فرص عديدة، الصين تقترح تعاون شامل وكبير وبأقل التكاليف. احنا يلزم نحضر ملفاتنا في مشاريع معينة، سواء كان البنية التحتية، سواء كان الطاقة البديلة، سواء كان مشاريع مهيكلة للاقتصاد التونسي. نعمل دراسات قيمة ونعرضها على الشريك هذا الا عنده امكانيات طائلة. مشاركة تونس في المنتدى التاسع للتعاون الصيني الافريقي افق اخر وفرصة متجددة لتنويع علاقات التعاون والاستفادة من شريك قوي فاعل بحجم الصين التي باتت طرفا رئيسيا في تنمية افريقيا وبلدان الجنوب. أوصى وزير النقل رشيد العامري خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة، أوصى بضرورة التسريع في استكمال ما تم التعهد به فيما يتعلق ببرنامج صيانة الحافلات واحترام الأجال المحددة في الغرض، بالإضافة إلى العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتجسيم الاستثمارات المبرمجة. كما أكد الوزير ضرورة حسن استعمال الاعتمادات المرصودة لإصلاح الحافلات وترشيد نفقات الشركة، مطالبا بالتسريع في إيجاد حلول للمشاريع المعطلة ذات الاعتمادات المرصودة وذات الأولوية والانطلاق في إنجازها. في سياق آخر وبدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي، انتظمت اليوم وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجوية للتربية بتونس ومنوبة وسوسة وجابس للمطالبة بالقطع مع تشغيل الهش وتحسين الوضعية المادية للمربين وللدفاع عن الحق النقابي. الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي أكد لزميل نجاة حسان أنه سيتم تنظيم تحرك وطني للأساتذة والمعلمين في 11 من سبتمبر الجاري أمام وزارة التربية. حركة احتجاجية أمام مندوبيات في تونس، منوبة، سوسة وجابس، دفاعا عن الحق النقابي والحق في التفاوض، جملة من المطالب التي يعتبرها القطاع مطالب مفصلية، ومنها تفعيل محاضر الجلسات وتفعيل الاتفاقيات، ومنها القطع مع التشغيل الهش، تحسين الوضعية المادية للمربيات والمربيين عبر طرح المطالب ذات الصبغة المالية على طاولة المفاوضات بيننا وبين وزارة التربية، من أجل طرح جملة من الإشكاليات والعناوين. والقطاعان معا الثانوي والابتدائي بما فيها من الإشكال الهشة للتشغيل، وسينتهي هذا المسار النضالي بتحرك يوم 4 ويوم 9 للإقليمين المتبقيين، وسينجز التحرك الأخير الوطني أمام وزارة التربية وذلك يوم 11 سبتمبر. أكد البريد التونسي اليوم إمكانية استخلاص معالم التسجيل في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية القادمة عن بعد عبر موقع وزارة التربية www.inscription.education.tn باستعمال التطبيقات الرقمية ديسات. وأشار البريد التونسي في بلاغ له إلى إمكانية استعمال مختلف بطاقات الدفع الإلكتروني للبريد التونسي، وأنه بإمكان التلاميذ والأولياء الذين لا تتوفر لديهم بطاقات دفع إلكترونية الحصول بصفة مجانية على محافظ رقمية يوفرها لهم البريد التونسي بكافة الشبكة التجارية لمكاتب البريد. أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة زهير بوزيان أن مصالح الوزارة سجلت خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية 61,748 مخالفة اقتصادية
منها 18871 مخالفة متعلقة بالأسعار والاحتكار. وأشار خلال تدخله اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية إلى أنه تم القيام ب 432,000 زيارة رقبية، أمنها أكثر من 19,000 فريق. من أول عام إلى الأسبوع هذا تم تأمين 432,000 زيارة رقابية، يعني رقم كبير هذا. الزيارة هذه أمنوها 19,168 فريق رقاب، وتم رفع 61,748 مخالفة اقتصادية، والنسبة هذه راه زايدة 5% من السنة الفرط. علاش مراقبة كل عام المخالفات تزيد؟ خلينا نقول المخالفات هذه يمكن فيها 18,871 مخالفة متعلقة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية، الناس هذه اللي تحتكر وتضارب وتلعب قوت المواطن. قرابة 19,000 تجاوزات سعرية واحتكارية، عندنا حوالي 34,000 مخالفة في شفافية المعاملات، احنا نقولوا على الفاتورة ما عندوش فاتورة، مش حتى الأسعار، وعندنا حوالي 1000 مخالفة في التلاعب بالدعم ومخالفات أخرى معنا برشا أنواع. فما العمليات نوعية لولا المواطن ما نوصلوهاش. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn. وفي تطورات الأوضاع في شأن الفلسطيني، واصل جيش الاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم غارته المكثفة على مناطق متفرقة من القطاع وخاصة على حي الزيتون جنوبا، أسفرت إلى حد الآن عن استشهاد ما لا يقل عن 16 فلسطينيا. كما قصف الاحتلال سوقا شعبيا في محيط مدرسة تأوي نازحين بمخيم جبالية، تسبب في سقوط عدد من الشهداء والجرحى في وقت أكدت فيه وزارة الصحة استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة 67 آخرين في 3 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في عدد من مدنها ومخيماتها وبشكل مركز في مدينة جنين ومخيم طول كرم، حيث شنت عمليات اعتقال طالت أكثر من 20 فلسطينيا من بينهم أسرى سابقين، معلنا الضفة الغربية منطقة عمليات عسكرية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، دعت الجزائر أمس لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة آخر تطورات الوضع في القطاع والضفة الغربية المحتلة في ظل تواصل التصعيد العسكري الصهيوني. من جهتها، حذرت المقررة الخاصة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من أن تكثيف الكيان الصهيوني لهجومه العسكري على شمال الضفة يمثل تصعيدا خطيرا للعنف الجسيم وانتهاك حقوق الإنسان التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. على الجبهة اللبنانية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة صباح اليوم استهدفت أطراف بلدة عيت الشعب في الجنوب بعد أن حلق على علو منخفض فوق قرى قضاء سور وساحل البحرية. كما تعرضت بلدة الخيام فجرا لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على الرشاشات الثقيلة باتجاه منطقتي راس النقورة في جنوب لبنان. نقطة وختام هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. الهيئة العليا للانتخابات تنشر اليوم قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية القادمة. تونس تشارك في أشغال المنتدى التاسع للتعاون الصيني الأفريقي، وفي النشرة تقرير حول آفاق هذه المشاركة. مصالح المراقبة الاقتصادية تسجل أكثر من 61,000 مخالفة اقتصادية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية. استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة 67 آخرين في 3 مجازر صهيونية بقطاع غزة خلال الساعة 24 الماضية. والاحتلال يعلن الضفة الغربية المحتلة منطقة عمليات عسكرية. إلى اللقاء.